مرحبا. كيفكم اليوم؟ اليوم درسنا رح يكون مع الشجر والفواكه والخضره، هيك تنغير شوي، نعمل درس شوي طبيعي اكثر. رح نبلش اول شيء رح نحكي عن الخضره. اكيد انتم ما بتعرفوا كل شيء من النبات اللي بيتاكل بدنا نعده كاسم الخضروات. شو في عنا خضره غير الخضره النيه بنقدر نحن ناكلها كمصدر خضره؟ غير الخضرة النية، الخضرة المسلوقة والمطبوخ والمشوية، مشوية والعصير، عصير الخضرة، شو كمان؟ في كمان محمد بيحطوها يعني مثلا مخلل، مزبوط، بالخل. فالخضرة هي كل شيء من النبتة، فيها تكون من الجذور مثل أي أنواع؟ جزر، طلع هون مثل الجزر، مزبوط. شو كمان؟ فجل، فجل، برافو، فجل. وفي كمان البطاطا، البصل اللي هو من الجذور، بصل بلا كمان بيعتبر ك بين البصل والثوم. وفي عنا ناكل كمان الورق اللي هو فيه يكون خس، فيه يكون نعنع، بقدونس او ملفوف. كل شيء من البذره او من الثمره شو بتصير ساعتها؟ شو صار؟ البذره والثمره مش الجذور ولا الورق بصير بنسميه فواكه. فواكه، اوكي، هذا هو الفرق بين الاثنين. اوكي، شو عنا غير الفواكه بناكلها عادي بناكلها نيه؟ شو في عنا غير؟ عصير، عصير الفواكه، على المربى، الفواكه المجففه، المربات. اوكي، هلا بين الفواكه والخضره بيناتهم شو بيعطونا كغذاء؟ طاقه، فيتامينات، بيعطونا فيتامينات، بيعطونا طاقة أكيد بس قليلة، معادن، وشو فيها كمان شيء كتير؟ مي، برافو، المي. بتعرفوا بأي منطقة بأي بالخضرة أو بالفواكه أي ميلة عنا أكتر شيء فيتامينات؟ بالقشرة. إذا أنا قشرتها مزبوط بالقشرة، فمش هيك أحسن نكلها بقشرتها. حتى البطاطا أحسن نخليها بقشرتها. الخضرة هي قليلة بالوحدات الحرارية، بس نحن إذا قليناها مثل الأرنبيت، الباذنجان، البطاطا، بتصير عالية بالدهون. فنحن لا، بالعكس لازم نتجنب هيدا الشيء ونستعمل اكثر السلق بالفرن، عدة انواع غير تنطبخ الخضره من دون ما نكون عم نقلي ونزيد الوحدات الحراريه. الفواكه المجففه هل فيها زيت كميه الوحدات الحراريه مثل النيه ولا لا؟ بعتقد المفروض تقريبا كوب من الفواكه النيه بتعطينا ربع كوب من الفواكه المجففه. فنحن ما لازم كثير نبالغ باكل الفواكه المجففه، يعني اذا اكلنا كوب نكون عم ناكل اربع اكواب من النيه، فننتبه من هيدا الشيء. الخضره المجلده هل هي مغذيه بذات الطريقه مثلها مثل الني؟ شو بتقولوا؟ انتوا بتقولوا لا. ايه. انتوا بتقولوا ايه؟ برافو. والله ايه. اوكي، بدي احكي لكم هلا الدراسات، يعني وقت درسوا النوعين من الخضره لقيوا انه تقريبا الفيتامينات والمعادن اخر شيء رح تكون هي ذاتها، لانه وقت منصنع المفرز، اوكي، رح يفقد شوي من المواد الغذائيه. بس كمان ذات الشيء وقت بناكل النيه مرات بسافروا من بلد للتاني وتيوصلوا لعنا ونشتريهم من المحل ونجيبهم على البيت ونخليهم مرات بالبيت قبل ما نستعملها وقت منحضرها، كل هيدا عم زيت الشي هذا الوقت اللي عم بيقطع عم بيروح الفيتامينات. طب اي احسن، معلب، مجلد او ني؟ ني. بس نحن قلنا انه ني هو زيته، هو زيته واحد. فاذا بدنا نمشي بالتدرج هو الني والمجلد وبعدين ننقي المعلب. واذا بدنا ننقي المعلب احسن نقرا انه يكون قليل الملح، لانه اكثر شيء عم بيكون هدول الانواع المعلبين عم بيزيدوا كثير ملح فيهم، فافضل انه خففهم. هلا رح ننتقل شوي نتمشى بالطبيعة ونشوف الشجر والمزروعات، اوكي؟ يلا. يوم كان جميل زي ما انتم شايفين، هديكوا طبق اليوم النهارده، انا مش عارف ده ايه. معاه قليل من الجزر وبعض من الباذنجان ونحط موزه، مش هتخسر والله، مش هتقول لا. بالقشر طبعا، ليه بقى؟ لان القشر مفيد، هقشر القشر هيبقى مضر. عشمالكم في عنا هون شجر التوت، التوت معروف كمان انه كتير منيح فيه فيتامينات وهو مضاد للتأكسد. هون في عنا البقدونس، مثل ما قلنا البقدونس كتير صحي وفيه كمان حديد. هيدا اللي شايفينه هون هي للفراولة، مظبوط، وهيدا للأكيدان اللي هي فواكه كمان كتير صحية. هون بكون خلص درسنا بالطبيعة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا كمان، غيرتوا جو بالطبيعة. أكيد. أوكي، وشوفكم جمعة الجاي. أكيد. باي.